مساء اليوم لقاء واجتماع ديال لجنه القياده الدخول المدرسي، لجنه جهويه وبحضور وسائل الاعلام. والهدف الاساسي من هذا اللقاء كان هو التعبئه المجتمعيه من اجل توفير الظروف الملائمه لنجاح الدخول المدرسي. وكانت محطه اللي تم فيها استعراض اولا ديال البرامج ديال العرض التربوي اللي بلغت 70 مشروع مؤسسه على مستوى المؤسسه، ما كنقولوا مؤسسه ولا برنامج، مشروع تربوي كنتحدثوا على مدرسه مستقله، مدرسه جامعاتيه، داخليه، اعداديه، ثانويه، تاهيليه، وكذلك دار طالبه ولا طالب. وفي نفس الوقت كانت المناسبه باش كانت واحد الشريط ديال الفيديو اللي بين ذاك الانجازات. بلغت مثلا مجموع المشاريع ديال التعليم الاولي تقريبا 720 مشروع اللي غيتفتح السنه المقبله. كان هذا المحطه الاولى. المحطه الثانيه كان فيها نقاش وكان فيها عرض حول الاجراءات اللي اتخذت باش نضمنوا، حيت كان عايش واحد الظرف خاص، التدابير اللي اتخذت على مستوى الجهه وعلى مستوى الاقاليم باش نضمنوا اولا الحق في التمدرس، ونضمنوا كذلك الحق في الحمايه الصحيه للتلميذات والتلاميذ وكذلك جميع المتدخلين. وعلاش قلنا التعبئه المجتمعيه؟ لان بالنسبه لنا ها البنيه التربويه موجوده، ها العرض التربوي موجود، ها واحد المجهود مع الشركاء مع الولايه والساده العمال وكذلك المنتخبون ومجموعه من الشركاء غتوفر، ولكن الاساس هو السلوك ديال الموارد البشريه جميع المتدخلين. ومن هنا الحملات التحسيسيه وديال التواصل والتعبئه خاصها تكون مكثفه. داك الشيء علاش كان هاد الندوه الصحفيه واللي عبرنا فيها في المحطه الثالثه. كانت نقاش مفتوح مع الاخوان والاخوات اللي تساءلوا عن مجموعه الاكراهات، وهذا مفهوم، ومجموعه التساؤلات ومجموعه التفاصيل، ولكن كان اجماع ديال الانخراط المجتمعي وكذلك ديال العمل التشاركي باش يمكننا نبروه للمستوى ديال التحسيس وديال التعبئه المجتمعيه. وكانت المناسبه كذلك الاستعراض في المحطه الرابعه الحصيله ديال 5 سنين 2015 حتى 19-20، لانه كان يعيشوا الرؤيه الاستراتيجيه اللي كتمد على 15 عام، والمخطط الخماسي الاول قد انتهى. بالتالي كانت محطه تم فيها استعراض الحصيله وكذلك الاكراهات والتحديات. وفي نفس الوقت في هذا اللقاء ديال القياده الجهويه كانوا حاضرين الاخوان ديال هيئه التنسيق التفتيش الجهوي والسيد رئيس المجلس الجهوي ديال التنسيق التخصصي، باش طمأنا، وماشي غير طمأنا من اجل الاطمئنان، باش عبرنا على اننا سنشتغل على الطلبات ديال الاسر ونوضعوا استعمال الزمان تحترم على واحد المستوى الاول الاجراءات الاحترازيه، وكذلك واحد الضمان ديال حد ادنى من التحصيل التربوي، ويمكن يكون التلميذ والتلاميذ يوصلوا للمستوى اللي بغيناه كاملين. وهذه المناسبه كنشكر الاخوه الاطر التربويه، وكنشكر كذلك المواقع والوسائل الاعلام على المستوى المحلي والجهوي والوطني على هذه التعبئه، وشكرا لكم.